الهم تروينا يا دنيا انقطع حتى النسم والبول يا دنيا بكاس الهم تروينا تقر على الألم والآه فينا يخدنق هالصوت وأقيس عذاب وخوف ولا منه وسيلة تجرى الألم والآه فينا يخدنق هالصوت وأقيس عذاب وخوف ولا منه وسيلة ولا منه وسيلة جنين المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغمق ابواب السعاده في خطاوينا جنين المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق ابواب السعادة في خطاوينا بأمنا وصبرنا احنا مشيدين بيوت نردد يا عسى باكر ترسينا موالينا ترسينا موالينا لين وصلت؟ لين وصلت بعدها وصلت لين تحت في القوع مرة ماشي منه بر ماشي منه شوف التراب بعد بعد يا بدليل نعم خلاص خلاص انا اتحير على امي خلاص هذا الشيء اكيد وتجاه حين تريان هنيها يلا عيب ماني حاسد منك يا مازن على ايش حاسد مني على اللنجات المصفوفة على البحر على المزارع على الدكاكين حاسد منك يا مازن على خالتك هاي خالتي تحبك وتخاف عليك من الهواء حتى تعب هذا شيء تحبك وتخاف عليك بعد تأكد مني خلاص تحيرنا عليها يلا خلاص بس صبر سباق ترى بعد مرة زين امس هاز بنتك زبابين اليوم بعد ايش فيك يا ياسر؟ ليش مسكت ايده؟ كم تدفع يا يابر؟ خلنا ندفي قول. كم بدفع؟ هذه جديدة بعد. نعم، كم تدفع؟ ادفع لمن؟ هذا حقي. وما له عليكم انتم. على كل الصيادين اللي امثالكم. الصيادين غير يا يابر. ومن اليوم وساير اني بكون غير. كيف يعني؟ يعني تبى تاخذ السمك من عندنا؟ تدفع فلوس
تشتريه. كيف يعني بعدني ما فاهم؟ يعني يا يابر هذا الهوري هورينا نحن، وانت ما شريكنا فيه، ولا نحن نشتغل معك، وما لك حق فيه. تسمع؟ قلت لك هذا حقي وبخذه، يعني بخذه. ولا نسيت ان هذا الهوري شاربني بفلوسي وللحين باقي عليك؟ ادوار علوان، عمر عمر، شلوا كل السمك من الهوري ان شاء الله. قلت لك ما حد ياخذ سمك الا انا دفعت ثمنه. كل السمك ما عليك مع الشيايات؟ نعم شيايات. بتشوف لما غلبتك، بتشوف ان شاء الله. تذاكر تذاكر. يلا مازن مازن مازن، ايش انت هني وعمك هناك يا سيفار حمزه وياسر؟ هين هناك عند الكرسي، وعمك الله يهديه واقف للرجال وقفه. على ايش على ايش تسوي؟ عمك يبغى ياكل من السمك اللي صايدينه الجماعه، وهم ما راضين. اذا هم راضين بهالشرط من اول. المهم هم الحين ما راضين، وعمك الله يهديه الشر اللي يطلع من عيونه. خل اقوم لهجه لهجه، انا ما تقدر تسوي شيء. يا ابن مازن بدين عقب. يلا يلا يا مازن، وانتوا لا تقولكم وحدات عواد. يا ابن وادرعيك يا ابن، اسمعني، سير انت وهذا البقران اللي عندك، ومن اليوم ساير ولا سميك بتحصل عندي. تعمل ايه يا ياسر؟ اسمع الكلام، لا تخليني اسوي شيء يضرك. اقولكم ادروني خلوني. خير خير، ايش لك عم ايش بتسوي؟ ما صاير للخير يا مازن. ومن هين بيجي الخير يا مازن وعمك موجود؟ ياسر قلت لك لا تخليني اضرك، الحين بعدني اكلمك بالحسن والتفاهم. ما يقدر يضرني يا يابر الا اللي خالقني. يا جماعه بالتفاهم ياسر، أحين ما رضيت على نفسك من الأول أنت وباقي الصيادين تعطون مصيدكم؟ نعم. زين عليش الحين ما راضي؟ عطون مقسوم وفكوا عماركم. هذاك أول يا مازن، والحين أنا ما راضي، ومالي أولى في أولادي، وبعدين ما وحدي، أنا عندي شريك، شريك حمزة. ما علي يا ياسر، عطيه الحين من المقسوم وهذه آخر مرة وخلاص. لا يا مازن، هذه المرة وكل مرة. بس عمي الرجال ما موافق. قلت لك لا يا مازن، ياسر ما احكي عن باقي الصيادين. وانا قلت لك ما بتاخذ مني ولا سمكه. اسمع، ايش الحل الحيل يا مازن؟ تسمع ايش يقول؟ الوان هدوان، شلوا كل السمك اللي بالهوري. يلا ولا بتشيلوا ولا سمكه. الوان هدوان ولا شيء. لا تخافي علي ابويا، الحين برجع. بس انت يلسي ما قادره يلس، ما قادره يلس يا ماجد. ما من عوايده يتاخر. فين اسير اشوفه؟ وين تصير تشوفه؟ عند البحر، يمكن يكون يالس هناك. ما حد هناك. كيف عرفت انه ما حد هناك؟ لان ابوك لو كان وصل كان يا البيت الاول وياب حلالنا، وبعدين صار يبيع الباقي. زين انت صبري صبري. تراني صابره صابره يا ولدي صابره.
يا ترى ايش اللي مأخرنك يا ياسر؟ ايش؟ والله حارس ما بقى الا ياسر بعد. يا ابو يدفع غوازج ماله؟ علتي يدفع غوازج؟ هاشمي ايش فيك مضايق تتكلم نفسك؟ اللي مضايقني وقاهرني هذا اللي اسمه ياسر. علامة ياسر ايش مسوي؟ يا يقول لي اذا تبغى سمك ادفع غوازي كنا يعطيني من جيسه، لكن ما ادري هين بيصير عندي ياسر. انت اللي مطمعنهم فيه طيبتك الزايده معهم. لا واللي قاهرني يا علي يقول لي يا بر شلي كلابك ورد من هين ياي. قال لك كي؟ لا 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 يستاهل الموت. ومن قالك ان ما عذبناه؟ عذبناه وخلينا كل السمك اللي بنهوري. نعم تبعكم واقفين؟ خلاص ودوا السمك البيت. يلا وخلاص ارتاحوا شويه والمغرب تعالوا الدكان. ان شاء الله عمي. ها تحركوا. ان شاء الله. كل هذا يطلع من ياسر؟ زين وحمزه شريكه في الهوري ما سوى شيء؟ حمزه هذا لما يشوفه يتنافض. تبغى يتكلم ويسوي شيء الله يهديك يا علي. ما عليك منه. هذاك هو اللي تسوي له الف حساب. ما يقول لك الساكت ناكت؟ لا ولا يهمك يا علي لا توصيني، انا اعرف كل واحد زين زين. اعرفك اعرفك بس مازن يانا هناك وطاح واظني تعور شويه. عاد من يسلم بالله عليك من لسان اصول اللاعيه هاي؟ مازن هذا يستاهل، ولا ايش دخل عمره في كل شيء؟ ايش له فيهم؟ سمع انت الله يهديك علي، تراهم يصيروا له ويطلبون منه انه يكلمني. مساكين ما يعرفوا ان يابر ما حد يقدر ياثر عليه. اقول انهم مساكين. ما انا بسير اشوف عند البحر. لا البحر ما تسير، قلت لك ما حد هناك. زين تخليني اسير يمكن القاه. خلاص زر باعه. من عند الباب؟ انا حمزه الوارف. حمزه ياسر باي. ايش صار يا حمزة؟ باي ياسر ياسر ايش فيك؟ ياسر خبرني ايش صار؟ باي باي تكلم يا ياسر ايش فيك؟ ايش صار يا ياسر؟ باي ايش شوي يا حمزة؟ ايش صار؟ يلا اقول لك الحين امي ما بتسكت اذا شافت الفلعه هذه. وايش بقولها؟ تقولها بعد قولها الصدق مازن. كيف اقولها الصدق؟ بتسكت هي يعني؟ اعرف انا ما بتسكت وانا باها ما تسكت اصلا. وعمي باها يقول ايش اساسا هي حرمت العوده، لكن هذا الشيء بياثر علي. يعني ليش بياثر عليك؟ ما بياثر، احاول اتقرب منه. ليش تقرب منه؟ ايش تباب انت؟ خلي عمر غبي انت عشان خوله عشان من بعد عشان هو؟ ايه عشان خوله الحبيب الحبيب. الله احنا علي اقول ورثنا الله اكبر عليك. اسمع اذا امي سالت او شيء قولها ما زد كفر على حصى وطاح ان شاء الله. على ما تقولها انت؟ انت قولها وفكري. خلا مش ترى يلا خذ لك. ما قلت لك الحين عاد من يسلم من لسانه؟ اصبر شوي اصبر انت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا حي الله ام مازن. تفضلي. ما شفت مازن وعابد؟ لا ما شفته. ما يود الدكان؟ لا ما يود الدكان ما شفته. صح 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 كاني شفتهم عند البحر اظن هم، لكن شفتهم كانوا سايرين صوب البيت. تظن هم؟ ما تعرف مازن يا يابر؟ كيف ما عارفه؟ ولد اخوي ما عارفه، لكن بصراحه ما خليت بالي. لا تلومينه، ريال تاجر مشاغله وايده. يابر ها انا قلت شيء غلط؟ ما عليك من انت. المهم خلنا بسالفتنا الحين.
كانها ما حد في البيت. اشوفها اكيد طلعت تدور علينا، بتحصلها يا عند البحر يا في السوق. احسن لك، احسن لك انها ما حد، لا تشوفك بهاي الحاله بعد. حسب عوارهن، تعال شوف شيء يعورني هني. كل دورك تشوف كانها فلعه. مازن ماشي ماشي، بر ما مبين، بر ماشي شيء ابدا، لا دلع شيء ما مبين. الحمد لله والله متعور جنبه يجيب عمك. عابد ما هناك، ايش قاعد تسوي؟ عزيز اصبر انت، الله يهديك فرقع معك. شي يعورني شوي شوي. عزيز اصبر 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 شوي. لا اله الا الله، تمني بمدك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، وصلتي؟ هين كنتوا شغلتوني عليكم. وايش معورنك؟ اشوف عابد حاط ايده على راسك. ماشي خاف، احنا كنا عند البحر ونركض وطاح شويه لكن ماشي بسيطه بسيطه. ماشي الحمد لله، تعرفين عابد خواف، يخاف علي مثلك كني ياهل. مازن اذا ما بخاف عليك انت مثل اخوي، بخاف على من؟ زين زين، ما قلتوا لي ليش تاخرتوا؟ كيف خالتي انت ما عرفتي؟ لا خير، ايش مستوي؟ خالتي ترى نحن عقب ما خلصنا متسبحين يا انا ريال، وبعدين صرنا نتسابق في الركض وطحت وتعور. ايوه خالتي صح، تسابقنا في الركض وطاح وتعور شويه شويه. تسوي له سالفه. سالفه؟ الله لا بارك فيه، الله لا بارك فيه. ان شاء الله. غافلني غافلني، الله اكبر عليه غافلني، لكن ما عليه، هين بيصير مني. خلي يولي خلي يولي يا ياسر، انت ما قده. لا انا قده، قده ونص، وبيشوف. هذا واحد ظالم ما يخاف ربه. يا ياسر خلنا نعطيه اللي باه. زينكي اتعورت انت وما استفدنا شيء، وخذوا السمك كله هو علوان وهدوان. ما عليه، لهم يوم. المهم اللي أبا منك يا حمزة الحين أنك تسير وتشوف كم واحد من الرباعة وتطلعوا الهوري فوق، ما يصلح يخلى في البحر. إن شاء الله. يلا على ترخصنا عنكم. استريح يا حمزة وتغدى عندنا. لا أحسنتوا يا نوارة، خيركم سابق. عليهين يا حمزة، غاية الغداء يلس بالتغدى معنا، تراك ما غريب أنت مثل أخوي. ها نوارة، ايش بتسوي لنا غدا اليوم؟ ايش بسوي بعد؟ سمك طار، لكن شيء كم قطعة مالح بسوي مخم باشر. خذه خذه، الله لا بارك فيه، خذه. والقهر انه ما لحد يرده، معتبر نفسه كبير ومالك كل شيء. الملك لله الواحد القهار، وهين بيصير من ربه. انا اللي غامل لي بطني هذاك السمك، سمك من احسن الانواع. خذوه خذوه هو ذاك البغمان رباعته. سم في بطنه إن شاء الله، سم. هاي يابر، ما قلت لي هيش رايك في الطبخة اليوم؟ اوهو ما يحتاج يا طيبة، أنا ما أكلت مثل هذا الأكل من قبل. وهذا التشنعد اللي جايبنا اليوم ما شاء الله عليه سمين. كيف بسمين يا طيبة؟ اللي لو تعرفين من هنا جايبنا هالسمج، يا انقلتي يستاهل اللي سويت علشانه. من هين شريته؟ من شريته بعد؟ شريته من الفرضة. وتصدقين يا طيبة زابنت عليه لين ما وصلت قرشين. قرشين مرة واحدة؟ معلوم، هذا تنعد ما حي الله سمج. اسمع انت، ايش رايك قوله بنتي في هالتنعد هاي اليوم؟ بصراحة على طعمه ولذته يستاهل قرشين. معلوم. بس ما كنا غالي شويه؟ الغالي ما يغلى عليكم يا طيبه، عفا عليكم. انتوا بس انتوا بس طلبوا وتمنوا وتمنوا. خير ان شاء الله. من جاينا هالحزه؟ ما ندله بقوم اشوف. يلا يلا صبر صبر، انا بصير اشوف. كملوا كملوا غداكم انتوا، كملوا. يلا بسم الله. ايش تبون؟ ايش جايبكم؟ عمي انت قلت بعد ما نستريح نيك. زي وانتو استرحتوا؟ يا عمي حن راحتنا من راحتك. وانا قلت لكم تعالوا مني ولا قلت لكم تجون البيت؟ طلبتكم ولا شيء؟ ها؟ عمي بس هيش بس؟ هيش بس بعد؟ غيبوا عني الحين، غيبوا وتعالوا لي الزكام بعد صلاة المغرب. حاضرين يا عمي حاضرين. ها؟ خلا اتحرك، هذا كله من اشوارك. ولا صبروا شوي صبروا، تعالوا تعالوا تعالوا. امر يا عمي. انتو عندكم فاتح الدكان؟ نعم موجودة. زين سيروا السوق وفتح الدكان. وهيش نجيب لك عمي؟ صبر شوية،
واسمع كلام الاخر. سيروا جلسوا هناك وحرسوني لين يجيكم. زين الحين عمي. الحين يلا شو سيروا يا البغمان. السلام عليكم. عليكم السلام يا ولدي يا مازن. اشوفك موجود، ما صرت فتحت الدكان. الحين بسير ان شاء الله، وبعدين تراني انا ببعد عابد شوي عن السوق. هل هيش تبي تبعد عابد عن السوق بعيد الشر؟ لا ما قصدي، بس انت تعرفين عابد ايش يسوي في السوق، يطلب من هذا ويطلب من هذا، هذا يصده وهذا يرده وهذا ينهزره، يخلي عمره ميانينه. يا ولدي عابد يبى يعيش في السوق، واللي يعيش في مكان فيه عمك لازم يسوي شيء واكثر بعد. المهم خلي على راحته وباجر يرجع لنفسه. بس انا هذه حركاته ما تعيبني بالمره، واللي ضايق يضايقني والود ودي اخنقه. لا تخاف على عابد يا ولدي، خلي على راحته. لكن هنا عابد ما يشوفه، طلع صار السوق من وقت. عيل يلا تبعه وافتح دكانك ويلس فيه، ما بتفيدك يلسة البيت يا ولدي. على رايك، يلا ما صرت عنك. الله يحفظك يا ولدي يا مازن وينولك مرادك. عمكم يابر بعد ما وصل؟ بعد ما وصل استريح الحين بيه. وانتو ايش اخباركم؟ شو مسوين؟ مرتاحين يعني؟ مرتاحين الحمد لله. عم يابر ما مخلنا اي شيء محتاجين. اكيد هذا الشيء لكم سووله اللي ما حد يسويه. يعني ايش قصدك عمي؟ ما قصدي شيء غير عنكم. استريح الحين بيه. أنا بسير يعني، أنا لب دكاني. فوز عني انت، فوز انت بيسر. عابد عابد بنت بنت عابد خذ 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 تعال بس تعال ما زلت تعال بس خلي عليها يا رفوق. لا لا تعال بس يلا مشغول نحن بعد بسير. يلا بسير عندك تعال بس يا سايد بعدين ما بيك 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 يلا خلا خلا خلا. سلامات مازن، ان شاء الله ما تعورت. الله يسلمك، هلا بخير. ما تعورت يعني؟ ما تعورت يا مازن؟ لا الحمد لله. شو في عوار يعني؟ بالسلامه بالسلامه يا مازن. الحمد لله على السلامه يا مازن. الله يسلمك، مشكور. كأنك تبين تسيرين مكان. بعد ابنك يا ابوي، ابى اسير لخالتي اصول، من زمان ما شفتها. زين يا بنتي سيري، توكلي توكلي. مشكور يا ابوي. هذا واجب عليك يا بنتي، لازم تسيري لها وتزورينها دائما وسلمي عليها، لا تنسين. ان شاء الله. يلا انا بعد بسير. خذي زين الدكان. ما تبون شيء اجيب لكم اياه وانا جاي؟ مشكور يا ابوي، بوجودك ما ناقصنا اي شيء. هاي خلاص بنصير رباع بنت رابع. انت سيري بيت خالتي صور وانا بسير الدكان. يلا وتخلوني وحدي. سيري مع خوله عند اصول. لا لا عند اصول لا، اخاف خوله تتاخر. ما علي سيروا انتم. مره ثانيه سلمي عليها يا خوله. ان شاء خولة الله خوله لا تتاخرين، ترى انا بنسوي العشاء ان شاء الله. ما بتتاخر ابوي. يلا خلاص خلاص خلاص. يلا يا ماجد قوم قوم سير العب مع اخوانك. قوم زين. اول اعطيني بيسه. انا الحين ما عندي بيسه يا ماجد. انت سير العب، ولما ترجع بتلقى العشاء جاهز. زين ما يصير كل الاولاد اللي بلعب معهم ياكلون لوز بالشاط وانا لا. خذ يا ماجد خذ هذه بيسه، اشتري اللي تبى. بس ها تحمل التحير، عند اذان المغرب انتهني ان شاء الله. يلا يا ولدي مواره. أشوفك يالسة ما سرت عند أصول، ما عادتك. أسير وأخليك وحدك ما يصير وما يوز. أنا كله واحد علي، وأنت لا تكبر السالفة يا نوارة، هي إلا شوية رضوض وبتصح إن شاء الله. ويابر هذا
بيندم على اللي سواه هو وربعته. اللي أبا منك يا ياسر انك تخلي يابر يولي وعطى من السمك اللي يباه. ابدا ولا اسمك يذوق. اليوم خذ ومن اليوم ورايح ولا اسمك يذوق من عندي. ياسر انت وحدك ويابر يذيب البلاد كلها بيلجاهم معاه غصب عنهم. غصب عنهم ولا برضاهم. انت عطى المكسوم واصبر ويابر له يوم. بنشوف خير ان شاء الله. لما دقيت الباب حسبتك نوارة. هي متعودة كل يوم تي؟ كل يوم. انت يا خولة بس ما اعرف ليش ما جات اليوم. يمكن عندها شغل مأخرها ما اعرف. بس حيدها كل يوم في هالوقت مخلصة شغلها. يمكن شي يعورها او ولدها في شي او ياسر شي يعوره. اقول لك خلينا نصير نشوفها. زين وانا بعد من زمان ما شفتها. عيل يلا خلينا نصير يلا. بس يوسف يوسف استريحوا استريحوا ان شاء الله. ها مازن كيف حالك؟ هلا عمي بخير الحمد لله. انا بس اريد اطمن عليك ان شاء الله ما تعورت يوم طاف. اي شيء بسيط طمن. بس يا ولدي انا اباك ما تدخل عمرك علشان هلا. والله ايش اقول لك يا عمي بس اعرف ايش بتقول لكن هم راضين من قبل انه يكون لي نصيب في صيدهم. هذه المشكله ترى. لا مشكله ولا شيء. وبعدين هذا ياسر تعدى حدوده وايد يحتاج لتأديب واحسن له يتأدب. أرجوك ولا ترى بشوف شيء ما شافه في حياته. يا عمي سد اللي اياه يستاهل. المهم الحمد لله على سلامتك. اقول لك مازن امك ما قالت شيء؟ لا امي ما درت لاني ما خبرتها بالسالفه. احسن احسن. حقه احد خوله سايره عندها ما ندلها بلغتها سلامي ولا لا؟ خوله؟ خوله. على فكره من زمان ما شفناها عساها بخير. تراك ما تزور عمك في بيته مسوي عمرك غريب. لا والله عمي مشاغل وبعدين الدكان ماخذ كل وقتي وترى نتلاقي هني كل يوم. حقه ما خبرتك. انا شريت لن جديد بدل هاك اللي بعته وباكر ان شاء الله بيوصل. الله يبارك لك فيه عمي. المهم الناس اللي بيجيبونه باكر بيتغدون معي واباك انت بعد تغدى معني وترى انا ترياك. لا يا عمي انا ما بداعي البيت بيتي. زين عيل بسير عندك الحين لكن لا تنسى باكر ترى انا ترياك. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا خاله. سلام عليكم. هلا خاله. تفضل البيت بيتكم. سنتي يا سنتي يا بنتي. تعالي يا خوله. زارتنا البركه. زارت البركه. تفضلوا. الله يبارك فيك. انا وارع عاد شفتك ما جيتي لنا ويتني خوله. قلت اني نشوفك ما من عادتك ما تيني في هذا الوقت. انا وارع فيك الخير يا خالتي. ما عليك زود خير عسى ما شر. ما شي يا خالتي بس ياسر تعبان شوية. خير عسى ما شر. هيش يا عورة شوية ما صاحي. سلامتي يا نوارة سلامتي. كيف مازن ما قال لك؟ لا ما قال لي يا بنتي. هيش هناك؟ ما شي يا خالتي بس مازن يعرف ان ياسر ما صاحي شوية. قلت لك يا بنتي ما طرالي شي. المهم اني شفتك يا نوارة والله اني مشتاقت لك وايد. وانا بعد يا خولة واسأل عنك خالتي. ودي اي ازورك في البيت بس طيبة هذه مالها صاحب. يلا المهم اني شفتك. هين ماجد ما شوفه هني. صار يلعب مع ربعته. عساه بخير الحين. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. يا مرحبا بخالتي وصول. زارتنا البركة. هين بتصيرين يا نوارة نحن ما نبى شيء يلسي. لا والله ما يستوي يا خالتي. يا نوارة يلسي لا تكلفين عمرك. لا تكليف ولا شيء فعليك. يا نوارة يلسي يا بنتي الله يهديك. الموجود الموجود يا خالتي الموجود. بتكلف على عمرها الحين. زين خالتي ترى أنا ما بنطور. بتصيرين هيش أسوي يا خالتي وراي شغل. الله يعينك يا خولة. تاريخ بعدنا تاريخ بعدنا خلصوا تاريخ لحقنا.
روح دورك الحين. يلا يا ريت بعدنا، يا ريت بعدنا، يا ريت الحجر. يلا 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 بعد ما نلعب. بس عاد مغرب. ايه نبغرب ماجد. قعد 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 بعدنا بعدنا. زين يلا حتى نصير معك. وانت يلا كل واحد يروح بيته. يلا عاد نضرب. يلا روحوا روحوا. باكر تعالوا بنلعب. باكر تعالوا من وقت. باكر ابي انشدكم. اسالكم. اسال على راحتك عمي. ايش رايكم باللي سواه ياسر اليوم؟ يستاهل لي يا عمي. انا انشدكم، ايش رايكم باللي سواه ياسر؟ تبى الصراحه عمي، ياسر مسخها وايد اليوم وطول لسانه بعد، واللي سواه شيء ما يطمن. ايش قصدك يا هدوان؟ يعني عمي، يعني ممكن عمي يتجرأ ويسويها مره ثانيه وثالثه ورابعه يا عمي. واذا هو سواها اليوم ممكن حد باكر غيره يسويها. وضح حياتك بين الناس يا عمي، وبعدين لا يحترمونك ولا يقدرونك ولا يسوون لك حساب يا عمي. يخسون يا برهني. الكل في الكل، هو الامر الناهي، واللي يقول غير هالكلام يا ويل. وياسر اتأدب وحصل اللي يزعل اللي سواه، ويبال له يومين او ثلاث لحد ما يطلع البحر. لكن انا ما ابغى يطلع البحر، البر. كيف عمي؟ نقتله؟ لا يا غبي. هيا ليش قصدك عمي؟ مستعدين تنفذون؟ كلامك أوامر يا عمي، ولازم علينا ننفذه. هاي لباكم تسمعون كلامي زين وتنفذونه بالحرف الواحد. تفضل عمي يقول ونحن نسمع. هاي لباكم من يظلم الوقت والناس تروح بيوتها تسيرون وتحرقون هوري ياسر. نحرقه؟ ويكون ما يبقى له شيء البر عشان يتأدب لما يكلم ياب. أيوة عمي، بس ايش يا هدوان؟ أقصد عمي الهوري ما مال ياسر لوحده، حمزة مشاركنا فيه. بتنفذون ولا لا؟ نفذ يا عمي، توصل لك الأخبار الليلة. يلا مشوا الحين عشان ما حد يشوفكم. إن شاء الله. إن شاء الله عمي. يلا أنا براويك يا ياسر وبعلمك من هو يا بر. ما علي يا ياسر، ما علي. هين بيصير من ربنا؟ ولحد متى بيستمر في ظلمه؟ وكل امرك لله يا اخوي، وكل امرك لله. صدقك يا عابر، لمتى؟ الله يمهل بس ما يهمل. ايه نعم بالله، نعم بالله. قول عابر، اخبار مازن؟ يقولون تعور. عسى عواره خفيف؟ لا مازن الحمد لله طمنوا، عسى عواره بسيط. اقول عابر، خالتي وصول عندها خبر؟ لو كنا خبرناها يا نواره كان يابر ما سلم لسانها، لكن مازن ترى قال ما بنقولها. مسكين مازن متعلق في هذيك البنية ويحاول يتقرب من يابر. وهي مسكينة بعد. قال لي حياة. عليكم السلام ورحمة الله. يلا 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 حياك الله. حياك الله، حياك الله، حياك الله، حياك الله. مرحبا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. يعوض الشاي، يعوض ان شاء الله. ان شاء الله. حاضر 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 حاضر. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شاي شاي شاي. احسنت يا عم. احمر شاي حليب. علامكم كي ساكتين؟ ليش ما تكلمون؟ نتكلم هيش نقول؟ وفي كلام نقدر نقوله؟ هي نعم فيه. قول انت، احنا نسمعك. اللي سواه يابر اليوم في ياسر هذا شيء عادي، وياسر روحه يبي يعاند، وهذا الشيء متفقين عليه مع يابر من زمان، وياسر ترى راضي بهذا الشيء. ليش اللي ياه اليوم؟ الله يعلم. يعني هذا رايكم؟ الصراحه ما نقدر نقول شيء غير. عطني بس، عطني عطني بس، انت من زمان قايل لي عطني ما عطيتني. عابد قوم عني، تراني ما في بارض عليك. زين عاد مرة علامك، أنا أتمازح معك والله. وهذا وقت مزاح أنت بعد؟ إيه لا 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 تكبر أنت والله. علامكم ليش مستبي تنازعوني؟ يابر
يا بر عيل عطني بيزة عطني بيزة عطني بيزة تفضل ابوي تفضل. اه خوله كيف حالك؟ الحمد لله. يا سوحدك اشوفك اليوم. ما شي ابوي بس تعبانه وقلت ارتاح شوي. الله يريحك يا بنتي. حقك كيف حال خالتك زور؟ الحمد لله تسلم عليك. الله يسلمها من كل شر. يلستي وايد عندها؟ لا ابوي ما يلسنا وايد لان مشينا بيت نواره. نواره؟ اه نواره. نوارة متعودة كل يوم تصير بيت خالتي ولما ما جات خالتي قالت لي نصير نطمن عليها. آه وإيش أخبارها؟ لقيناها يالسة مع رايلها. ياسر علامة إيش في؟ تقول ما صاحي مريض. خير إيش في؟ إيش عورة؟ والله ما أعرف أبوي. زين يا بنتي تعالي تعالي خلاص أنت عشي. زين أبوي جدم وأنا بي وراك. يلا انا قدامك. مازن ماما هين ساير الحين؟ ساير بيت ياسر. بيت ياسر خير هيش فيه؟ ياسر ما شوي ما صاحي مريض. مريض هيش عورة؟ لا ما لا تحاتي ما يعورك يلا زير عنك. مازن انت من متى تخبي علي؟ قل لي هيش اللي صاير بالضبط؟ والله ما اعرف ايش اقولك يا امي. قل لي اللي تعرفه. ياسر هيش اللي عوره؟ لان نواره قالت لي ما قال لك مازن يعني انت عندك خبر. عمي يابر ضار بنا. عمك يابر؟ عمي يابر وعوانه. عشان شي المسكينة ما قالت لي عشان ما تحرج خولة. وليش عمك ضرب ياسر؟ لأن ياسر ما رضى يعطيه من السمك اللي صايدن اليوم وقال إذا تبى سمك ادفع فلوس حالك حال الناس. حقه ما غلط. المهم عمي ما عابه لأن متفق مع كل الصيادين ياخذ نصيبه من السمك اللي يصيدونه وهذا ما يجوز أبدا. المهم اللي صار كلمة من هذا وكلمة من هذا وطاح بضرب ياسر بسيك. يلا بنا سير عليك تبين شيء؟ توكل على الله. يلا فمان الله. فمان الله. الله ينتقم من الظالم. حد يشوفنا زنكي ومن عاد حمزوه. تحرك تحرك قبل ما حد ثاني يشوفنا. تحرك السلام عليكم. سلام حمزة. كيفك مازن؟ تمام الحمد لله. مبارك تمام الحمد لله. ان شاء الله ما تعورت من هذيك الطيحه اللي طحتها. لا بسيط الحمد لله. الحمد لله. اشوفك واقف بعد ما دقت باب. زين زين خرباعه. زين سوى زين. هود هود يا اخبار ياسر؟ من عند الباب. الحمد لله ياسر زين. الحمد لله. هلا انا نواره. هلا مازن. السلام عليكم. هلا مرحبا. هلا نواره كيف حالك؟ الحمد لله بخير. انت كيف حالك؟ الحمد لله.
كيف حال خالتي وصول؟ بخير الحمد لله. ياسر داخل؟ موجود. تفضل تفضل. طمن عليه بس. تفضل ما يلا بسم الله. يلا بسم الله. شب النار. وليش ما تشبه انت؟ الكبريت معاك يا غبي. خذ لا تتزعمش. جبان جبان. We'll be right back.